الخلايا تتميز بالعدائية، لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة. تنمو وتنتشر بشكل لا يمكن التحكم فيه. هذا هو تعريف السرطان بكل أنواعه، بما في ذلك سرطان الشعوب. الإخوان، على مر الزمان تلونت وتشكلت أفكار ومبادئ الجماعة المتطرفة على يد حسن البنا ومن بعده سيد قطب لتنشر سمومها في بقاع الأرض. فلقد اتسمت تلك الخلايا الإخوانية بالعدائية في الخفاء قبل العلن. يظل تكفير المجتمعات أولى جرائم الإخوان وليس آخرها، حيث أوضح سيد قطب في كتابه معالم في الطريق أن المجتمعات المعاصرة ما هي إلا مجتمعات جاهلية شبيهة بالجاهلية التي عاش فيها الصحابة، واسترسل موحياً بتكفير كل هذه المجتمعات. من هنا نشأت عقيدة تكفير المجتمع الجاهلي، تلك الأفكار التي فتحت الباب أمام غيرها لولادة كيانات متطرفة متشبعة من هذا المنبع الفكري المنحرف والمتطرف، كالقاعدة وداعش وغيرهم من الكيانات التي لا تمت لسماحة الدين الإسلامي بأي صلة من قريب أو بعيد. ممكن نقول ان تاريخيا كان ولا يزال سيد قطب هو المنظر الاول لكافه التنظيمات والجماعات الجهاديه التي جاءت بعد جماعه الاخوان المسلمين، وده ليس بالكلام المرسل، ولكن هذه شهاده من احد اقطاب التنظيمات الارهابيه على مستوى العالم. وزعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري كتب بشكل صريح جدا في كتابه فرسان تحت رايه النبوه ان افكار سيد قطب كانت النواهي الاساسيه للفكر الجهادي المعاصر في المراحل القادمة، ووضع لنا البنية الفكرية والأساسية والمنطلقات الفكرية لهذه العمليات. إن ذلك الحديث يعتبر بمثابة إعلان حرب على كل مجتمعات ودول العالم، بغض النظر عن طبيعة تلك الدول ونوع الأنظمة الحاكمة فيها. ذلك لأن الشارحين للفقه الإسلامي والمنفذين لأحكام وشريعة الله هم فقط الإخوان المسلمين، باعتبارهم الجماعة المؤمنة في نظر قطب. وبالتالي ووفقاً لهذا، فإن جميع دول العالم حكومات كافرة يتوجب غزوها والسيطرة عليها عبر الجهاد. حكم على المجتمع على أنه مجتمع جاهلي لمجرد أنه لا ينتمي إخوانياً أو أنه ليس ضمن العقيدة الإخوانية كما يروج الإخوان، يعني الإخوان المسلمين يحدثوننا بهذه الطريقة، وكأن الإخوانية أصبحت دين وكأن الإخوانية أصبحت عقيدة. من لا يعتنق هذه الديانة ومن لا يعتقد هذه العقيدة هو شخص يعيش في الجاهلية، هو شخص علينا أن نستبيح دمائه، هو شخص يعني حلال أن نفعل فيه كل ما نريد. لقد قام سيد قطب بترسيخ أفكار تكفير كل المجتمعات وحتى الإسلامية منها، وهذا تحت شعار تكفير المجتمع الجاهلي، وجاء ذلك من خلال كتابيه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن. وبهذا خالفت الجماعة المحظورة تعاليم الخالق والدين الإسلامي من بعده،
باعتقادها أنها وحدها تمثل دور الوسيط بين علاقة العبد وربه، ذلك الذي قادها في النهاية لتكفير المجتمعات وفرض الوصاية عليها. من هنا أصبح عند هذه الجماعة الإرهاب فريضة والاغتيال سنة. النهاردة الإسلام في خطر، دعاء في خطر، هذا التخريف المجنون البذيء اللي ما فيهش أي حياء ولا خلق. لم تكن تلك المرة الأولى التي تبيح فيها الجماعة المحظورة سفك الدماء الذي حرمه الدين الإسلامي أشد التحريم، فتاريخها يذخر بالإرهاب والتطرف الديني. تلك الأفكار المتطرفة التي خلقت كيانات تدعي الإسلام وتبطن الإرهاب والقتل والاغتيال من أجل مصالحهم الخاصة. لقد تعددت أنماط الجماعة وتنوعت سلسلة الاغتيالات المتكررة والممنهجة في محاولة لإسكات صوت الحق وتغييب قوى العقل، فلا يوجد فارق بين محاولة اغتيال مفتي الديار الأسبق علي جمعة وحادثة اغتيال وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة عام 1975، والتي كانت رداً لمحاولة الشيخ الذهبي لتنوير العقول بنشر كتابه قبسات من هدى الإسلام، ليبادر الذهن سؤالاً عابر: لماذا يتم عادة استهداف أصحاب الكلمة والمفكرين؟ ذلك مثل اغتيال رئيس البرلمان رفعت محبوب عام 1990، والمفكر فرج فودة عام 1992، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات عام 2015. فهل من مغزى وراء كل تلك الأرواح التي أزهقت بغير ذنب؟ فكرة الاغتيالات أو الاستهداف المباشر من جماعة الإخوان المسلمين كانت فكرة بالأساس قائمة في فترات سابقة على استهداف أصحاب الفكر وأصحاب الرؤى الذين لديهم القدرة على تفنيد مزاعم الإخوان وأوهامهم فيما يتعلق بالأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي، اللي هو بيحاولوا من خلالها استقطاب مديريهم وأشياعهم لهذه الفكرة. لم تقف طموحات الإخوان المسلمين الدموية عند هذا الحد، بل كانت إحدى خطواتهم المسلحة والممنهجة عسكرياً التمرد المسلح الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين بسوريا ضد نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بمدينة حماة عام 1982. ولم تخلو جعبة الجماعة المحظورة من محاولة قلب نظام الحكم بقوة السلاح بسلطنة عمان سنة 1994. إنها استراتيجية عامة للتغلغل والفتك بالدول وضع أساساتها سيد قطب، لتصل إلى مستوى أعلى من التحرك المسلح في عام 2014، حين وصل نشاط الجناح العسكري وميليشيات الإخوان المسلمين في ليبيا إلى حد السيطرة على المدن. وليس عند هذا الحد فقط، بل تطور في عام 2018 حين قام القيادي الإخواني محمد مرغم بدعوة تركيا للتدخل ضد الجيش الوطني الليبي، ذلك ما اعتبره كثيرون خيانة للوطن. إن تهديد الجماعة المحظورة لا يقف على أعتاب الشرق الأوسط فحسب، وإنما يزحف ويمتد للعالم أجمع متستراً في الظلام كخلايا نائمة. فهناك بعضاً من الدول التي بدأت تسلط عليه الضوء لتكشف عنه أقنعة السماحة المصطنعة لأعضاء الجماعة المحظورة. هكذا وصف مكتب الاستخبارات الألمانية الإخوان بجملته الشهيرة: إنهم مثل الذئاب في الخفاء والنعام في العلن. كما نتج عن تلون استراتيجيات الجماعة ظهور مفهوم جديد للإرهاب يرتكز حول تمويل الجماعات المتطرفة. فلقد سبق أن اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن القيادي الإخواني يوسف ندى بضلوع شركاته في دعم الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، وأصدر قرار بتجميد أمواله وأصول شركاته، ومن بينها بنك التقوى بجزر البهاما الذي كان يرأس مجلس إدارته.
فلا عجب من أن يكون هذا الكيان الخبيث سرطاناً ينال من وحدة الشعوب، فهو شيطاني الغرس مشوه النشأة، تتناقله القوات المعادية للدول فيما بينها لأنه كيان اقتات على كل الموائد، كيان رفض الوطن في كل ممارساته وعاد الإنسانية وخالف الفطرة البشرية.